كما كان متوقعاً. غاب صدام ومقربيه من المتهمين، وحضر المتهمون الهامشيون. الجديد هو طلب الادعاء إحضار المتهمين الغائبين بالقوة حسب القانون الجزائي العراقي، والقاضي رؤوف عبد الرحمن يستمر حازماً. هيئة الادعاء العام تتمسك بأحكام المادة 145 باستخدام القوة المفرطة لغرض إجبارهم على الحضور. المحكمة تستمر بالاستماع، والشهادات لم تخرج كثيراً عن سابقاتها. جيش هواية جيش. هواية جيش. طيارات من نعرف حتى العفو شلاب بولوسية من يقدر نكحم جابه وياهم. جابه طيارات. طيارات. إيه. تقصف. طيارات تقصف. وين تقصف؟ بالبساتين لو بالبيوت؟ تقصف بالبساتين. 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 من نقدر نطلع.